ثبت في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يدني العبد المؤمن منه حتى يستره عن الناس في عرصات يوم القيامة، ثم يقرره على ذنوبه، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى يقرره جميعا، ثم يقول وارحم الراحمين لعبده: أما وإني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا اليوم أغفرها لك، أما وإني قد سترتها عليك في الدنيا فإني اليوم أغفرها لك. إذن الذنب عندما يقع منك ثم يستره الله عليك ثم يوفقك ألا تعود إليه أخرى، هذا مظنة أن الله سيغفره، فما ستره إلا ليغفره، ما ستره إلا ليغفره، وإن كان هذا ليس لزاما على الله، لكن هذا من البشائر لك أن يقع منك الذنب ثم يستره الله عليك. وما زلت أوصي نفسي ومن أحب، نحن لسنا معصومين، كلنا ذو خطأ، لكن يا أخي مهما بلغت صلتك بأحد، قرابة أو صداقة أو غيرهما، لا تخبر أحدا كائنا من كان بذنبك ولا من باب الاستشارة، لا تخبر أحدا كائنا من كان بذنبك ولا من باب الاستشارة، وإنما اكتمها واستغفر الله وأتي من الحسنات ما يغلب على ظنك أن الله عز وجل به يغفر ما قد كان. قال ربنا: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واعلم أن من حولك مهما بلغت عظمتهم في عينيك هم مثلك، لهم ذنوب، لهم خطايا، لهم معاصي، يرجو ما ترجوه، يخافون ما تخافه، يخشون ما تخشاه، فأنت وهم في هذا الأمر سواء، فالجأ إلى رب الأرض والسماء وتب إليه واسترشد منه الخير، وأكثر من التوبة والاستغفار والعمل الصالح وسقي الماء على وجه الخصوص، يغفر الله لك وهو أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ومغفرتك وفضلك وإحسانك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. هذا ما